السلام عليكم، مرحبا بالجميع ومرحبا بكل متابعين قناة المحترف أمين النزار. في هذا الفيديو سأعطيكم موقع يعني رائع جدا يستعمله القنوات العالمية مثل متي عقلك، مثل قنوات عالمية جدا تستعمله في الأشرطة، في البودكاست، يعني موسيقى عالمية. لن تصدقوا أني سأعطيكم هذا الفيديو. كما قلت لكم سابقا، المحترف أمين الزار ليس لديه مشكلة وليس لديه احتكار للمعلومات والمواقع، يعني معكم سأحاول أن أعطيكم كل شيء بحيث تكون اليوتيوب سهلة جدا ولن يكون هناك احتكار واختباء. يعني الشيء اللي نقدر نعرفه وأكتشفه أو أعلمه أعطيه لكم فقط. أنتم ساعدونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، فهذا سيساعدني كثيرا بنمو القناة وزيادة الأرباح إن شاء الله. إذن قبل هذا فقط أريد أن أنبه بأنه لدي قناة ترفيهية أخرى مثل قناة أمين سيستم. فقط أكتب في اليوتيوب أمين سيستم ستجدون قناة رياكشن ردة فعل، قناة مميزة جدا، يعني أجرب هل ردة فعل أو رياكشن ستقبل في تحقيق الربح أو لا. إذا قبلت سأقول لكم بأن اليوتيوب تقبل فيديوهات رياكشن وستكون ناجحة جدا وتدركم بأموال كبيرة. ولدي أيضا قناة أخرى مميزة جدا، وهي التي يعني إن شاء الله سأتطور فيها بإذن الله. يعني عملتها مثل أسلوب مساحة، قناة مساحة لنشر معلومات أخبار على شكل أشرطة، اسمها اليد الذهبية. تجدون صورة زرقاء، اسم القناة اليد الذهبية. فقط أتمنى أن تدعموني. إذا ندخل مباشرة في هذا الفيديو. هذا الرابط الذي ستجدونه الآن اسمه أو هذا الموقع اسمه bansound.com. هذا الموقع كما تشاهدون، لن تصدقوا أني سأعطيكم هذا الموقع. يعني الموسيقى التي ستسمعونها موسيقى الجميع كان يحلم ويتمنى من أين تأتي هذه الموسيقى العالمية، الكل يستعملها وخاصة الأجانب. يعني كيف من أين يأتون بهذه الموسيقى، كيف أأتي بها؟ إذن هذا موقع نعم هو فيه موسيقى مجانية وفيه موسيقى مدفوعة. مثلا نختار آل ما عندها جميع أنواع الموسيقى. إذا لديك نوع محدد مثلا أكوستيك، سينيماتيك، بوب، إلكترونيك أو إلكترونيكا، إيربان، جاز، روك وهكذا، نختار إحنا آل. مثلا هذه الأغنية فيها 3 دقائق، سمر للصيف، جميلة جدا، نسمعها مع بعض. احترافية 100%، لن تقلقوا، يعني الموسيقى تغنيكم على كل المواقع. هذه مثلا موسيقى مجانية. كيف ذلك؟ عند الضغط على داونلود هنا تضغطون عليها تخرج لكم هذا البلاك هنا كما كنتم تشاهدون هنا. أنتم ماذا تفعلون؟ فقط تضغطون على هذا الجانب داونلود أو داونلود، مش عارف كيف تنطق باللغة، يعني تحميل. فقط إذا أردتم تجنب حتى وإن كانت هناك حقوق طبع النشر، رغم أني جربتها لم تأتيني أي حقوق، وأنا أستعمل هذه الموسيقى منذ مدة طويلة ولم تأتيني أي حقوق. فلنفترض أن هذه الموسيقى أتتك عليها حقوق، طلبت حقوق طبع النشر، لن تحدث مشكلة في قناتك تماما، فقط الفيديو لن تربح منه. لكن كما قلت لكم، أنا بتجربتي وبتجربة قنوات كثير، الكل يحمل هذه الموسيقى بدون أن تأتيهم أي مطالبة بحقوق هذه الموسيقى بالتجربة. يعني أعطيكم موقع بالتجربة. أنتم فقط ماذا تفعلون لتفادي أي مشكل؟ قوموا بهذا الرابط بنسخه. عندما تحميل مثلا فيديو في هذه الموسيقى بدأ الضغط على هذا المكان مثلا داونلود أو تحميل، تجدونه يحمل الآن كما تشاهدون أسفل، يبدأ يحمل MP3. تضعونه في المونتاج، وعند رفع الفيديو في صندوق الوصف تضعونه، يعني كما يقولونك هنا، يعني إذا أردت أن تستعمل هذه الموسيقى مجانية فقط قم بنسخ الرابط. يعني أكتب موسيقى وأكتب الرابط، أو أكتب فقط الرابط لتفادي المشكلة. وإذا أردت أن تعمل مثل ما أعمل أنا،
لا أضع أي رابط تماما، فقط أستعمل الموسيقى مباشرة ولم أتلقى أي مشكلة. وكما قلت لكم، حتى ونفترض جاءتك حقوق النشر لا تأتيك مخالفة، فقط الفيديو لن تربح منه. إذا أنواع موسيقى كثيرة جدا، ننزل أسفل نضغط 1 2 3 4 يعني موسيقى من النهاية. نختار أيضا أنواع الموسيقى هنا، نضغط عليها مثلا روك، ثم نجد داونلود مثلا هذه الموسيقى، لا نستطيع تحميلها مثلا لأن هناك بالدفع يعني بالمال، لكن هذه التي مكتوبة بجانبها تحميل فهي مجانية. مثلا نضغط على واحدة منها. يعني موسيقى خاصة باليوتيوبر والبودكاست وغيره، يعني كل الموسيقى تجدونها في هذا المكان. كما قلت لكم، إذا وجدتها زرقاء فهي ليست للتحميل، أما هذه كلها فللتحميل. لذلك اختاروا آل وابدأوا بتحميل موسيقاكم. إذا ما نطولش عليكم أكثر من هكذا، هذا هو الفيديو تاعنا. نتمنى أنكم استفدتوا من هذا الموقع وستستفيدوا إن شاء الله من هذا الموقع لتطوير قناتكم للأحسن. قبل هذا لا تنسوا أن تدعموننا باللايك، لايك لايك فنصل هذا الفيديو لألف لايك، وأيضا ادعمونا بالاشتراك لمن لم يعرف هذه القناة ولدي قنوات أخرى إن شاء الله اشتركوا فيها، قناة علمني لايف، قناة تقنية أيضا، وقناة أمين سيستم، وقناة اليد الذهبية للأشرطة والترفيه، وقناة أمين سيستم لعمل الرياكشن. اشتركوا فيها وادعمونا على الأقل التعب الذي نقوم به بإعطائكم هذه المعلومات، اشتركوا في القناة وادعمونا. أيضا في فيديو آخر إن شاء الله. السلام.